السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا في سلسلة البلوجات السريعة اللي احنا عاملينها في مصر دي، انا حابب اقول لكم ان الكلام ده كله تقريبا هيتصور في يوم واحد، يعني او اوريدي اتصور في يوم واحد. للاسف مش عارف الكواليتي بتاعتها تبقى عاملة ازاي، ان لسه ما عملتش مونتاج لمعظم الفيديوهات، ولكن يعني اتمنى ان هي تكون كويسة. يعني انا كنت حابب الصراحة اوريكم اكبر قدر ممكن من موسكو في اليوم ده، بس الموضوع صعب، يعني الاماكن بعيدة شوية، والصراحة انا اصلا جاي بعد 22 ساعة في القطر، فاصلا مرهق وما نمتش كويس، ف يعني مش عارف الموضوع هيطلع عامل ازاي، فيا مسهل. يعني ندخل في موضوعنا، واحنا دلوقتي في اهم حتة في موسكو حرفيا، احنا في الكريملين. طب احنا حاليا بنتمشى في الكريملين، انا وسحس كنا بنتكلم دلوقتي في حاجه. سبحان الله، يعني اللي يكون قاري في التاريخ الروسي او يكون عارف عنه معلومات وكده، لما بيجي هنا يمشي في الكريملين الموضوع بيبقى فيه احساس مختلف. يعني معرفش، يعني انا مش عارف اوصف الاحساس ده عبارة عن ايه، ولكن يعني هو احساس مختلط كده، يعني تحس بخوف، تحس برهبة، تحس بعظمة البلد، تحس بعظمة البلد شوية زي ما سيح سأل كده، العظمة والكمال لله وحده يعني. بس فعلا المكان هنا ليه احساس مرعب. ده فندق الفور سيزون، الليلة فيه تقريبا عاملة حوالي 39,000 روبل، يعني تقريبا حوالي 7,000 جنيه. الفندق بيطل على طول على الكريملين. احنا كده داخلين دلوقتي The Main Universal Stores اللي موجودة في الريد سكوير او الساحة الحمراء. يعني هنخش نشوف الجو جوه عامل ازاي. يعني اعذروني يمكن انا مش عارف اتكلم في الفلوج هنا، المكان رهبته الصراحة تخوف وتخليك كده مش عارف تتكلم تقول ايه. طيب شوفوا معايا المكان جوه عامل ازاي. طيب المكان هنا يا جماعة، بالنسبة للاتحاد السوفيتي زمان، بالنسبة للاتحاد السوفيتي زمان كان عبارة عن المين ستور، يعني زي ايه مركز التجارة بتاعهم. يعني دلوقتي هو يعتبر مزار سياحي من الدرجة الأولى، موجود في الريد سكوير، وعبارة عن مول كبير جدا. ما تقدرش تقريبا تشتري حاجة من هنا غير الايس كريم، خصوصا لو انت مثلا طالب او كده، ولو انت طالب فاعتقد في بعض الطلبة مش تقدر تشتري الايس كريم من هنا، بس الحمد لله انا اكلت ايس كريم من هنا، فانا ايه اعتبر من الطبقة الراقية اللي موجودة هنا الصراحة. بتلاقي معظم الحاجات اللي موجودة هنا، بتلاقي حاجات من اللي هي ايه، حاجات هاي كلاس او حاجات بتكون معظمها يعني حاجات غالبا مش للاستخدام، يعني حاجات كده تقتنيها، يعني سواء الساعات والمجوهرات اللي موجودة هنا، حتى الهدوم. يعني انا الصراحة الناس اللي انا شايفها كلها كله بيتفرج بس، يعني ما شفتش حد مثلا شايل شنطة مثلا او جاي يعمل شوبينج هنا ولا حاجة، فلا تمام. يعني هو المكان مزار سياحي اكثر ما هو مكان انك انت تيجي تشتري منه. يعني
طيب يعني انا حابب اقول ان يعني روعة المكان تكفي، الموضوع مش محتاج اي كومنت يعني او شكر، المكان تحفة. طيب من الحاجات الفكاهية جدا اللي انت ممكن تلاقيها هنا ان المكان مكتوب عليه ان هو تاكسي فري، يعني مفيش ضرايب، يعني الاسعار دي من غير ضرايب. ضمن الحاجات الروعة هنا في الكريملين هي السماء، يعني احنا بالليل وده لون السماء الطبيعي. معرفش ليه السماء دايما بتبقى منورة في موسكو، هل ممكن يكون عشان صحف كتير وفي اضاءة جامدة جدا، ف يعني انعكاس مثلا الاضاءة جامدة جدا، معرفش، بس يعني هو الموضوع روعة جدا لدرجة تخوف شوية، روعة لدرجة ان انت يعني بتحس باحساس اعتقد مفيش مكان تاني ممكن تحس فيه نفس الاحساس ده الصراحة. طيب ده بقى ايه كوبري، مفروض ان هو ايه بيعدي على النهر بتاع موسكو او نهر موسكو. كوبري يعني مش عارف، هو خشب لوهلة كده ما تثقش فيه، يعني تحس ان هو ممكن يقع بيك بتاع، ولكن هو ان شاء الله متين. يعني اعتقد بكده تكون الفيديوهات ومجموعة الفيديوهات اللي انا عملتها في يوم كامل في موسكو هتكون انتهت. للأسف كان يوم واحد فمعرفتش اعمل حاجات كتير، يعني حاولت بقدر الامكان ان انا استغل اليوم ده، حاولت استغله بحيث ان انا اوريكو اكبر قدر ممكن من الاماكن اللي موجودة في موسكو. رب تكونوا استمتعتوا، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، ولو كان عجبكم الفيديو تعملوا شير، شاركوا الفيديو مع اصحابكم او شاركوا مع حد حابب فعلا يروح موسكو او يحب السفر. حفظ الله. شكرا خاص للدكتور سحس، شاوت اوت محمد حسين سياحه فنادق اي حاجه فاهم، كلموني وانا ببلاش. لا استنى طلب سنعملها سجل يا شباب، احنا كان يومنا لذيذ، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير فاهم، واشوفكم على خير. بيس بعد كده.
لا مش عايز الكوبايه دي اللي تقع، عايز الكوبايه دي اللي تقع. طيب باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم.